بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة هو مشكلات العملية في دعاوى صحة التوقيع. دعاوى صحة التوقيع زي ما هو معروف كانت قبل عام 2007 بتترفع حسب قيمة العقد بموجب تعديل قانون المرافعات وقانون الإثبات 76 لسنة 2007، بقى الاختصاص النوعي بيها بينعقد للمحاكم الجزئية أيا كانت قيمة المحرر اللي انت عايز ترفع بيه الدعوة. الملاحظ في العمل للأسف ان في بعض المشكلات العملية اللي بتحصل في الدعوة دي، وده اللي احنا فضلنا ان احنا نخصص المحاضرة دي عشان نلقي الضوء على النقط المهمة اللي احنا شفناها ان هي بتصور في العمل بخصوص الدعوة دي. اولا بالنسبة لرافع الدعوة، نص المادة 45 و47 قال لمن بيده محرر، فانا هنا اقدر ان انا ارفع الدعوة حتى لو انا مش طرف في العقد او المحرر اللي انا بقدمه للمحكمة وبطلب ان يتحكم بصحة التوقيع عليه. ليه؟ لان المادة قالت لمن بيده محرر. الصور اللي ممكن الموضوع ده يظهر فيها، لو واحد اشترى من واحد عقار او منقول والعقد بتاعه عايز يرفع عليه صحة توقيع، والبايع ليه سلمه سند ملكيته هو كمان عبارة عن عقد ابتدائي بين البايع ليه والمالك الاصلي. هنا احنا قدامنا عقدين، رغم ان هو طرف في العقد الاخير لكن القانون اجاز له ان هو يرفع بالعقد الثاني كمان دعوة صحة توقيع، يعني بيرفع صحة توقيع بالعقدين رغم انه هو مش طرف غير في المحرر الاخير فقط، وانما اخذ المحرر الثاني كسند ملكية اخذه من البايع ليه. الصورة الثانية ان ممكن ان واحد يكون والده او المورث بتاعه مشتري عقار وساب العقد زي ما هو ابتدائي ما خدش عليه صحة توقيع. هنا انا ممكن كمورث انتقل لي الحق ده، ممكن هنا ان انا ارفع دعوة صحة التوقيع رغم ان انا مش طرف في المحرر، اللي طرف فيه هو المورث بتاعي. هنا انا ليا صفتين، صفتي كخلف الدعوة اللي كان المورث بتاعي من حقه ان هو يرفعها انا كمان برفعها، والحاجة التانية اللي هي نص المادة 45 قال عليها ان المحرر بيده، يعني انا المستند موجود في ايدي من حق اقدمه للمحكمة واطلب ان يحكم بصحة التوقيع على اللي وقع الورقة دي. ده بالنسبة لصفة رافع الدعوة. النقطة الثانية المهمة هي بيانات الدعوة. الملاحظ للأسف ان اغلب الزملاء بيقتصر على ذكر بيانات العقد باقتضاب شديد، الاطراف والتمن وعنوان الشقة وخلاص على كده. طب ما انا مدام صحيفة الدعوة ورقة رسمية ومدام هاخد حكم، طب ما انا اذكر التفاصيل عشان هي كمان يبقى اثبات تاريخ ليها، اذكر اكبر حاجة ممكن ان انا اذكرها من العقد. يعني مثلا لما بنذكر الوصف بتاع الشقة أذكر الحدود كمان بتاعت العقار، بذكر التمن، طب بذكر سند ملكية كمان البايع، علما بأن المدعى عليه سند ملكيته كذا وباع بموجب كذا. دي بتبقى بيانات أفضل أن هي تتثبت، لأن ممكن أن نحتاجها قدام في أي دعوة موضوعية، ذكرها في الصحيفة وسكوت الطرف الثاني وأنه هو ما نزعش فيها واتعلم بيها في الصحيفة، ده بيبقى قرينة مفيدة لصالحي. فيعني العملية مش محتاجة استعجال، لا أذكر أكبر قدر ممكن من البيانات، مش هنمط في الدعوة لكن البيانات الجوهرية اللي في العقد اللي أنا أقدر أذكرها وحد فيه أذكرها، لأن إحنا ملاحظين إن فيه خلال. احنا بنذكر التمن، طب ما اذكر سند ملكيه البايع، اشترى من مين، سند ملكيته ايه، ممكن يكون هو كمان عامل صحه توقيع بثبتها في العقد، سند ملكيه الراجل اللي باع لي العقد المورخ كذا بالشراء من فلان والصادر عنه حكم صحه التوقيع من محكمه كذا. دي نقطه مهمه. في كمان نقطه تانية، الدعوه مش عايزه الاستعجال ان انا اي عنوان اخبطه واحطه وخلاص وارفع الدعوه، لا، اغلب العقود بيبقى مكتوب فيها ان العناوين بتاعت اطرافها اللي مذكوره جوه العقد دي عناوين هي التي يصح عليها المكاتبات، واي عنوان عليها يعتبر باطل. رغم ان زمايلنا بيشوفوا العقود وبيطلع عليها، مش مشكله هو موجود فين واعلم في اي عنوان، لا، انا ملزم كبدايه حتى على الاقل ان انا اذكر العنوان اللي موجود في العقد، مش ان انا احط اي عنوان واخد حكم صحه التوقيع، لان انا لو عملت كده ممكن المدعى عليه
يعرف بعد كده يبقى الحكم الغيابي بالنسبه له، ومن حقه ان هو يستأنف، ومن حقه يطعن بالغش، وان صحيفه الدعوه باطله والاعلانات باطله لان انا تعمدت توجيهها لي على عنوان غير قانوني وغير اللي هو موجود جوه العقد. ومن احنا ليه بنكتب ولا تصح اي اعلانات او مخاطبات او اوراق او اعلان اوراق قضائيه على غير العنوان دوت؟ فحتى لو هو مش موجود في العنوان اللي في العقد، لو العقد جديد مش مشكله، غريبة ان العنوان اللي في العقد بيبقى هو العنوان الحديث اللي انا مطابق للواقع واقدر اعلن عليه. لكن ساعات بيصادف ان العقد بيكون قديم، اللي جاي لنا بنرفع بيه صحه التوقيع بيكون قديم، ما جريش ورا العنوان اللي موجود الجديد، ابدا في الصحيفه ان انا احط العنوان اللي موجود في العقد. جاب اجابه، اطلب من المحكمه ان انا اتحرى او اعلن على عنوان تاني جديد او اجيب الراجل ان هو يكرر. لكن عشان اتلافى البطلان وما نرفعش الدعوه وناخد احكام تكون عرضه للالغاء، ودي خطا من الناحيه القانونيه وخطا كمان في وش المحامي نفسه اللي بيرفع دعوه ويجي خصمه يلغي الحكم. فيا ريت نراعي ان احنا نلتزم بالعنوان اللي مذكور في العقد اللي الطرف الثاني قايله لازم ان انا التزم بيه. النقطة الثالثة ودي عاملة إشكالية كبيرة جدا، هي تقادم دعوة صحة التوقيع. احنا بنوضح ان دعوة صحة التوقيع هي دعوة تحفظية ودعوة شخصية، شخصية عقارية، بطالب بصحة التوقيع على العقد بستند لحق شخصي ان العقد ده موجود في ايدي. الدعوة دي المفروض ان هي لو بصنا لها تعتبر فيها وجه من الشبه مع الدعوة المستعجلة في رأيي أنا في جزئيتين. الجزئية الأولى إن هي دعوة تحفظية زيها زي الدعوة المستعجلة. أنا مش طالب تعرض للمحرر زي الدعوة المستعجلة، أنا طالب إجراء، مش طالب حاجة متعلقة بالموضوع، مش طالب حاجة متعلقة بأصل الحق. أنا طالب هنا حاجة تحفظية، هنا حكم لي بصحة التوقيع فقط، هنا طالب إجراء تحفظي في الدعوة المستعجلة. ده وجه أول للشبه. الحاجة الثانية ان زي ما القاضي في الدعوة المستعجلة ما بتعرضش للموضوع الا بقدر الضئيل الكافي اللي هو يحكم به في الطلب المستعجل، برضو دعوة صحة التوقيع كذلك. القاضي ما بيتعرضش للمحرر الا بقدر ضئيل جدا، وفي حكم نقض حديث قال ان حتى لو النص صراحة ان الدعوة منصبة على التوقيع فقط والقاضي لا يتعرض للمحرر، لكن محكمة النقض اجازت ان هو يتعرض للمحرر بالقدر الضئيل اللي يلزمه لانه يفصل في صحة التوقيع. وبيحصل في العمل ان واحد بيرفع الدعوة ويختصم البايع بصفته وكيل من واحد تاني. انا هنا وانا برفع الدعوة المحكمة ساعات بتطلب سند الوكالة اللي مثبت لصفة البايع ان هو وكيل، بتطلبه ان انا بقدمه كمان مع العقد. هنا المحكمة اتعرضت لصفة في المحرر او لموضوع المحرر، هل ده له الصفة ان هو يبيع من واقع ان ده امر لازم للبت في الصفة اللي انا طالب ان انا اخد حكم صحة توقيع عليه بيها. التقادم بتاع الدعوة اثار خلاف في الفقه. رأي استاذنا الدكتور الصنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الرابع صفحة 413 طبعة 2007 رأى ان الدعوة دي بتسقط بالتقادم باعتبار ان هي دعوة شخصية. برضو المستشار محمود الخديري دعوة صحة التعاقد ودعوة صحة التوقيع في طبعة 89 وطبعة 2003 نفس الصفحة، وده مؤلف قائم على فكرة، صفحة 409 برضو قرر ان الدعوة دي بتسقط بالتقادم شأنها شأن سائر الدعوة. احكام محكمة النقض. حكم محكمة النقض في الطعن 4261 لسنة 69، وفي حكم تاني اشهر منه واحدث 2923 لسنة 63 الصدر بجلسة 2/7/2018 محكمة النقض هنا قررت ان الدعوة دي بتسقط بالتقادم شأنها شأن سائر الدعاوي، دعوة شخصية تسقط ب 15 سنة. المحرر تاريخ تحريره عد عليه اكتر من 15 سنة وجالك ترفع به الدعوة طبقا للاراء دي وطبقا لحكم النقض دوت، الدعوه هنا سقطت بالتقادم، ممكن المدعي عليه يدفع بسقوطها. على الجانب الاخر والراي اللي احنا بنعتنقه وهنجيب سند ليه ان الدعوه دي في راينا ما بتسقطش بالتقادم. ايه سندنا في كده؟ اولا ما فيش نص صريح في قانون الاثبات يقرر سقوط الدعوه دي بالتقادم. ف
فالاحكام هنا او اراء الفقهاء بتاعت اساتذتنا العظام وليهم كل الاحترام ده اجتهاد. تاني حاجه، في تطبيقات قضائيه نحب ان احنا نتعرض لها اتعرضت لنقطه التقادم في دعوى صحه التوقيع. الحكم الصادر في الطعن مثلا 8837 لسنه 75 قاف جلسه 24/1/2015. الواقع بتاعت الدعوه دي كانت ان واحد رفع دعوى على المدعى عليه بطلب صحه التوقيع، وكان العقد اللي رفع بيه عدى عليه اكتر من 15 سنه. المدعى عليه حضر واقر بصحه التوقيع قدام المحكمه الجزئيه، وبعد ما اقر وصدر الحكم تنبه ان العقد اللي هو اقر بصحه التوقيع عليه عدى عليه اكتر من 15 سنه، فبادر ان هو يعمل طعن بالاستئناف وتبقى الاثر الناقل تمسك بسقوط الحق في إقامة المدعي الدعوى بالتقادم. المحكمة لغت الحكم بتاع أول درجة اللي قضى بصحة التوقيع بناء على إقراره، وقالت إن هنا الدعوى سقطت بالتقادم. اتعمل طعن بالنقض في الحكم دوة، صدر حكم محكمة النقض في الطعن دوة وقال إن إقرار المدعي عليه أمام محكمة جزئية محكمة أول درجة بصحة التوقيع يعتبر نزول منه عن التمسك بالتقادم، فينفعش ان انت تقر قدام المحكمه الجزئيه وتيجي قدام الاستئناف وتستأنف وتقول لا دي سقطت بالتقادم، لان لو سقطت بالتقادم ما كنتش انت اقريت من البدايه، خاصه وان الدفع بالتقادم زي ما كلنا بنعلم هو دفع موضوعي غير متعلق بالنظام العام، المحكمه ما بتقضيش بيه من تلقاء نفسها، محتاج تمسك من المدعى عليه، فكان من باب اولى ان هو كان يتمسك بالتقادم قدام اول درجه بدل ما يقر ويرجع يستأنف ويقول لا دي سقطت. لكن الملاحظ ان الحكم ده برضو وفي السياق اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اتعرض ان رفض الدفع بالتقادم لوجود اقرار، ما تعرضش صراحة ان الدعوة ما بتسقطش ب 15 سنة، ما فيهوش الصراحة اللي موجودة في الحكم اللي هو 2923 سنة 63 اللي احنا لسه قايلين. طيب في قضية تانية حديثة، الدعوة 54/2019 مدني مستأنف بالبيس. الدعوة دي استئناف للحكم الصادر في الدعوة 4671/2016 مدني جزئي أبو حماد. الدعوة دي كان موضوعها إيه؟ 4671 واحد رفع دعوة صحة توقيع بعقد أو محرر أخته كانت مضت له عليه على ولادها بعد وفاتها، يعني العقد فضل معاه وأخته موجودة وما رفعش عليها، بعد وفاتها رفع على أولادها أو خلفها صحة توقيع بالعقد ده. الأولاد دفعوا بالتقادم ضد خالهم في رفع هذه الدعوة. محكمة مدني جزء أبو حماد حكمت في الدعوة بسقوط الحق بالتقادم في رفع هذه الدعوة لمرور أكثر من 15 سنة من تاريخ توقيع المورثة على العقد ده. المدعي عمل الطعن بالاستئناف قدام مدني مستأنف بالبيس. استند لإيه؟ إن في مانع أدبي كان يمنعني إن أنا أرفع الدعوة ضد أختي بصحة التوقيع، بوفاتها زال المانع وبرفع صحة التوقيع على ورثتها. المحكمة أخذت بالدفع ده ولغت حكم رفض دعوة صحة التوقيع لرفعها بعد أكثر من 15 سنة سقوط الحق في رفعها، وحكمت بإلغاء الحكم ده والقضاء مجددا بصحة التوقيع، اعتدت بالمانع الأدبي. لكن برضو الملاحظ على الحكم ده إنه هو ما تعرضش برضو لجزئية طبيعة الدعوة نفسها، هل هي تسقط بالتقادم ولا ما تسقطش زي ما احنا هنقول دلوقتي، لا تعرض برضو إن في حالة تمنع سريان التقادم، مانع بيؤدي إن التقادم ما بيسريش. طيب رأينا بقى إن لا تسقط دعوى صحة التوقيع بالتقادم لأكثر من سبب. أولاً الدعوى دي تعتبر وفقاً لأحكام محكمة النقض هي الوجه الآخر لدعوى التزوير في المحرر. وفي حكم محكمة النقض 7754 لسنة 75 قاف الصادر 26/3/2007 قرر كده صراحة وقال المبدأ ده. قال إن دعوى صحة التوقيع هي الوجه الآخر لدعوى الطعن بالتزوير على المحرر. طيب في حكم نقض تاني بعد كده قال ايه؟ حرفيا ان الشارع في المادة 59 من قانون الاثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم
من بيده ذلك المحرر بمقتضى دعوى أصلية. هنا احنا قدام الفرد العكسي، اللي يخشى ان يحتج عليه بالمحرر بيختصم اللي في ايده المحرر. صحة التوقيع اللي بايده المحرر هو اللي بيرفع دعوى بصحته على اللي بيشهد عليه المحرر. هنا لو خدنا بالنا من الفقرة دي في حكم النقض بتقول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر، يعني هو مش في ايده مزور، أن يختصم من بيده ذلك المحرر، أنا بختصم حامل المحرر بمقتضى دعوى أصلية، ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تجيز لصاحبها بمكان الالتجاء للقضاء، وإنما لإثبات تزوير المحرر مسند إليه فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد، ولا يقف حائلا دونها عدم تحريك الدعوة الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم. وكان الدفع بسكوت الدعوة بالتقادم الطويل هنا ممتنع قانونا. ده حكم جديد على فكرة، الطعن 3664 لسنة 70 قاف جلسة 26/4/2012. الحكم الأخير، الحكم الأولاني ساوى ما بين الدعوتين، صحة التوقيع هي الوجه الإيجابي للتمسك بصحة المحرر، ودعوة التزوير هي الوجه السلبي إن أنا بنكر صحة المحرر. الحكم الأخير فصل أحكام دعوة التزوير وقال إنها لا تسقط بالتقاضي. طب إذا كان الاثنين الدعوتين وجه واحد، يبقى ليه نخلي الدعوة اللي فيها الإنكار لا تسقط بالتقاضي اللي بتهدد المحرر في وجوده، والدعوة اللي فيها تمسك بصحة المحرر هي اللي تسقط؟ دي أول حكم. الحجة الثانية ان الحكم في دعوة هنا صحة التوقيع، احنا عارفين ان القاضي هنا بتعرضش الموضوع، الحكم بتاعه بيثبت الاقرار، يعني حكم القاضي بيقوم مقام التصديق اللي الموظف بتاع الشهر العقاري بيعمله. طيب القانون ما اداش ميعاد محدد الاطراف بتوع المحرر يروحوا فيه للشهر العقاري عشان يصدقوا، يبقى ازاي السكة البديلة اللي هي دعوة صحة التوقيع اللي بتقوم مقام التصديق على المحرر، ازاي ان هي تسقط بالتقادم؟ ده برضو العلة التانية. في كمان علة تالتة، أحكام النقض استقرت وقررت عدم سقوط دعوة صحة التعاقد اللي هي دعوة صحة النفاذ. طيب إذا كانت دعوة صحة التعاقد اللي هي أخطر ويؤدي تسجيل الحكم فيها الانتقال الملكية، دي لا تسقط بالتقاضي، يبقى الدعوة التحفظية اللي هي أقل وأدنى في المرتبة ومنصب على التوقيع فقط تسقط بالتقاضي، في حين الدعوة الموضوعية تسقط لا تسقط دعوة صحة النفاذ ودعوة صحة التوقيع هي اللي تسقط؟ فطبعا ده برضو اتجاه منتقد. وعلى فكرة في حكم نقض قرر صراحة ان دعوة صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم، اللي عايز يرجع له برضو 4535 لسنة 74 قاف جلسة 16/2/2014. ده بالنسبة للخلاف اللي هو على مدى سقوط الدعوة دي بالتقادم من عدم. ننتقل لجزئية مهمة، حجية الحكم الصادر في دعوة صحة التوقيع وإعادة إعلان ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه وإعادة إعلانه. هنا أنت بتاخد حكم غيابي يقضي بصحة التوقيع، وزي ما احنا عارفين العمل جرى في المحاكم دلوقتي، الحكم الغيابي باخد صورة رسمية من الحكم وبعلم بيها الخصم واجيب شهادة بعدم حصول استئناف بعد 40 يوم عشان أقدر أن أنا أسحب أصل العقد بتاعي من القضية. هنا لما نتكلم في الحجية، حجية الحكم ده إذا كان غيابي الخصم من حقه إنه هو يستأنفه لأنه صدر في غيبته طبقا نص المادة 213، لكن لو زي ما احنا قلنا تم إعلانه به يبقى 40 يوم من تاريخ الإعلام. هنا مدام الحكم غيابي الميعاد مفتوح وفقا نص المادة 213 من تاريخ اليوم التالي للإعلان، ولو عمل استئناف في الحكم ده بترجع له كفة دفوعه، هي أساسا ما تسربتش منه، يقدر أنه يطعن على المحرر بكفة الأوجه قدام محكمة الاستئناف اللي كان يقدر يقوله لو كان حضر، يقدر يقوله في الاستئناف ويقدر يطعن على المحرر على الصلبة أو على التوقيع أو على الاثنين. الحالة الثانية، حجية الحكم إذا كان حضوري، هنا المدعي عليه حضر قدام القاضي لكن التزم موقف السكوت ولا أنكر ولا أقر، فالحكم هنا حضوري. هنا الاستئناف 40 يوم من اليوم التالي لصدور الحكم لانه حضر ومثل في مجلس القضاء، لكن حيث ان هو ما ابداش اي دفع قدام المحكمه ولا اعترض على المحرر، لو حب ان هو يستأنف يقدر انه يطعن على المحرر صلبا وتوقيعا. الحاله الثالثه،
إذا حضر المدعي عليه وطعن بالتزوير على المحرر صلبا أو توقيعا أو الاثنين، هنا القضية طبعا بتمشي المحكمة بتحقق، تاخد إجراءات تحقيق الخطوط، بتحقق الطعن وتستكتبه وتوديها للطب الشرعي. وفي بعض المدعي عليهم الأول بينكر المحرر وده حقه لأنه محرر عرفي عشان ما يسقطش حقه في الطريق ده، ساعتها المحكمة بتوديها تحقيق. خلصنا من تحقيق الدفع بالإنكار، بتخش بعد كده في الطعن بالتزوير. هنا بنشوف النتيجة بتنتهي لإيه. لو محكمة أول درجة بعد ما حققت انتهت للقضاء بصحة المحرر، يبقى هنا الحكم بقى حجة ويقدر إن هو يستأنف ويعيد تاني طرح الكلام اللي هو قاله قدام الاستئناف تبقى للأثر النقل. لو حكمت إن المحرر مزور يبقى كده انتهينا، هو وصل للمبتغاه. الحالة الأخيرة، حجية الحكم إذا كان الخصم حضر وأقر بصحة توقيعه. هنا الخصم من حقه ان هو يستأنف الحكم في خلال 40 يوم اذا اراد ان هو يطعن على الصلب، وان كان للاسف الاجراءات الاداريه بتقول لا انت اقريت، انا اقريت بصحه التوقيع لكن من حقي ان انا اطعن على صلب المحرر. الاقرار بصحه التوقيع غير مانع على الطعن على صلب المحرر نفسه. واذا اعلام الكتاب اعترضت او مثلا ان هو ايد الاستئناف وجي خصمه اللي هو المدعي في اول درجه وقال لا ده ملوش الحق ان هو يستأنف، حقه سقط لان هو اقر، لا ممكن يقول لا انا اقريت بالتوقيع لكن في حاجات في الصلب انا بطعن عليها. النقطة الأخيرة، ودي برضو إشكالية مهمة وبتصادف كتير في العمل، بيصادف إن المدعي بيرفع دعوى صحة التوقيع على نفسه. ممكن أنا أبيع العقار عن نفسي وبصفتي ولي طبيعي عن ابني مثلا، عايز أرفع دعوى صحة التوقيع. المفروض إن ده العادي من حقي إن أنا أرفع الدعوى بصفتي ولي طبيعي عن ابني اللي انا اشتريت له عليا بشخصي كبايع، من حقي ان انا ارفعها. للاسف بنلاقي ان بعض المحاكم الجزئيه بتقول لا مالكش انت ترفع الدعوه على نفسك، وده برضو اتجاه منتقد لسبب القانون مدام اباح من الناحيه الموضوعيه التصرف واجاز ان انا اتعاقد كاصيل مع نفسي بصفتي ولي، يبقى من باب اولى الدعوه صحه التوقيع اللي بتديني الحق ان انا اثبت المحرر ووثقه هي تابعه للحق نفسه. فما دام القانون اجاز الحق الموضوعي وان انا ابرم التصرف وما منعنيش منه، يبقى ليه الاحكام بتمنع الطرف اللي في المحرر ما دام هو موقع بشخصه وبصفته مثلا ولي طبيعي ان هو يرفع دعوى صحه التوقيع؟ لا، من حقه ان هو يرفعها لان ما دام في حق موضوعي ومن حقي ان انا اعمل التصرف، يبقى من باب اولى من حقي ان انا اثبته، من حقي ان انا ارفع دعوى صحه التوقيع اللي هي عليه. الحاله الثانيه، ان بيصادف ان المشتري بيبيع لنفسه بتوكيل عن البائع. ممكن يكون البائع موجود بره مصر، بيعمل له توكيل بره وبيوكله ان هو يبيع لنفسه الحاجه دي. هنا ممكن المدعي بيرفع الدعوه على نفسه بصفته وكيل عن البائع. برضو للاسف في بعض المحاكم واحكام طلعت عندنا في اسكندريه قالت لا، هنا عدم قبول الدعوه لان انت هنا بترفع الدعوه على نفسك، انت ايه مصلحتك ان انت تنازع نفسك؟ طبعا الاحكام دي منتقده لسبب، لان انا في الحاله المعروضه قدام المحكمه هنا انا بعت بصفتي وكيل، وقت لحظه البيع انا كنت وكيل، مش ممكن ان البايع يلغي التوكيل ده بعد كده، فيبقى انا ليه مصلحه في اللحظه دي ان انا اخد حكم صحه توقيع على العقد بالصفه بتاعتي قبل الاصيل ما يلغيها، قبل اللي باع ما يلغي التوكيل ويخترني بيه، يبقى انا من حقي ان انا اخد حكم صحه التوقيع دلوقتي تجنبا لالغاء التوكيل. دي النقط اللي صدفتنا في العمل اردنا ان احنا نطرحها، ورب يكون وفقنا في ذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.